مختار. يا للغلبان. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا اخوي. اديني اديني اكتر المية في ايديك سكر. من هنا يا اخوي. يا ما انت كريم يا رب. اديني 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 المية اديني. ده انت شكلك رايق على الاخر النهارده. على الاخر اخر على الاخر. هيدا انت هتنام بهدوم الخروج ولا ايه؟ عشان عندي مشوار جوه الحلم. انت شكلك مضيع على الاخر. لما انت كريم يا رب. طب اقوم انا هجيب لك كوبايه ميه عشان تفوقك شويه. ايوه ايوه جيبيلي الميه في ايديك. يا اصحى يا سي مختار. اصحى يا سي مختار عشان تشرب الميه. الشقي بس هو انا دبنه. اصحى يا اخويا. اصحى ده الفجر قرب يد. والنبي اوعى تشخر. اوعى تشخر والنبي. ده انت نومك تقيل من غير حاجه. يا سي مختار. اصحى يا اخويا. اصحى يا سي مختار. اصحى يا سيد الناس. وبعدين بقى. وبعدين. لا ما بديهاش. ما تصحى يا سي مختار. ده الفجر ادن. هاي حصتي السودياني. متعوس متعوس. ولو علقوا على بابه فانوس. اهدي بس اهدي يا ستي مش كده. اهدى ازاي اهدى ازاي بس. ده انا كل ما بفتكر منظر الشمس وهي طالعه هو نايم على السرير جنبي بيشخر بتقهر. ملحوقه ملحوقه يا ستي. انا هروح للشيخ النوخ وهقول له على كل حاجه وهو ان شاء الله هيحلها لنا. يسمع من فوقك ربنا. ونادر عليا لو حلها لاتبع جدي وافرقه على الغلابه. جدي واحد. طب قولي جديين. يا ستي عجل بحاله. عجل؟ بتقولي عجل يا ستي؟ يعني مالك يا بنتي انت اتهبلتي ولا ايه؟ والنبي انا رايحه للشيخ النوخ وجايه لك بالبشاره يا اختي. يا ميلة بختك يا سماح.